السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. في هذه الحلقة سنناقش الوضع الإنساني والصحي المتدهور في محافظة تعز جراء الحصار المفروض عليها من قبل الميليشيات. من يوم إلى آخر تسوء الأوضاع الإنسانية والصحية في تعز وتتوالى نداءات الاستغاثة ولكن لا مجيب. وفي جديد الوضع المتدهور في المحافظة أصدر ائتلاف الإغاثة الإنسانية بمحافظة تعز تقريرا جديدا عن الأوضاع الإنسانية لشهر نوفمبر من العام الجاري، تضمن إجمالي الخسائر البشرية والمادية التي تم رصدها جراء الحرب التي تشنها الميليشيا، وكذا الوضع الصحي والاحتياجات الإنسانية والإغاثية للمحافظة. التقرير رصد مقتل 172 شخصا وجرح 720 آخرين بينهم نساء وأطفال جراء عمليات القنص والقصف العشوائي المكثف على الأحياء السكنية، وأضاف أن 65 منزلا ومنشأة ومحلا تجاريا ومدارس ومساجد ومبان حكومية وخدمات عامة تضررت بفعل الحرب. وبحسب التقرير فإن مدارس ومرافق تعليمية تعرضت للاستهداف بالقصف المدفعي، في حين أغلقت 36 مدرسة تعليمية بمدينة تعز ومديرية الصلو جراء القصف المستمر عليها من قبل الميليشيات. أما في الجانب الصحي فقد أغلقت معظم المستشفيات في المدينة ولم يبقى إلا مستشفيان اثنان وهما مهددان بالإغلاق لانعدام الأدوية والمشتقات النفطية نتيجة الحصار المفروض على المدينة منذ أشهر. مآلات الوضع الإنساني والصحي المتدهور في تعز ستكون موضوع نقاشنا في حلقة اليوم من زوايا الحدث، ولكن مشاهدينا سنناقشها في محورين: التدهور المستمر وارتفاع مخاطر الوضع الإنساني والصحي في المحافظة، وعدم استجابة الجهات الرسمية والمنظمات الدولية للنداءات المستمرة لأهالي تعز. ولكن مشاهدينا قبل أن نبدأ نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. تعز المدينة التي مزقتها الحرب الطويلة لن تجد مكانا فيها دون أن تكون أثرها المدمرة قد تركت ذاكرة مليئة بالأوجاع ومناظر لا يمكن أن تمحى من ذاكرة سكانها بسهولة. المدينة المحاصر أهلها والمدمرة مبانيها، ما زالت حرب الشوارع فيها تحصد أرواح العشرات يوميا. نداءات الاستغاثة تتوالى من المدينة ومن خارجها لتكشف عن حقائق مروعة تنتظر أهلها. ائتلاف الإغاثة الإنسانية إحدى الجهات العاملة في تعز كشف في تقرير حديث له عن مقتل أكثر من 700 شخص وجرح أكثر من نفس العدد بينهم نساء وأطفال خلال شهر نوفمبر الماضي فقط. الأمر لم يتوقف عند الضحايا المدنيين فحسب، بل كان للمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والمدارس نصيب آخر من هذه الحرب التي طال أمدها وتعددت فصولها. لتؤكد الإحصاءات تعرض 65 منزلا للدمار بشكل كلي، بالإضافة إلى تضرر ضعف العدد بشكل جزئي في أحياء مختلفة من المدينة. وعلى الرغم من أن المدينة قد تمكنت من كسر حصار الجماعة الإنقلابية من منفذها الغربي وذلك منتصف أغسطس الماضي، إلا أنها لم تحصل على مساعدات كافية من المنظمات الدولية المانحة مقارنة بعدد السكان والمتضررين، ولم يتم الاستجابة لنداءاتها ومناشداتها إلا بالشيء الزهيد بعد أن كانت ذريعة الحصار على المدينة تقف عائقا أمام دخول تلك المساعدات حسب المنظمات الحكومية والدولية. مستشفى خليفة في التربة، المدينة الواقعة في ريف المحافظة والذي كان بمثابة رئة إسعافية وعلاجية للمرضى والجرحى القادمين من الجبهات، أعلن توقفه عن العمل بسبب تعطل مولده الكهربائي وشحة الأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما يهدد بحلول كارثة صحية خصوصا مع تعرض الغالبية العظمى لمستشفيات المحافظة للدمار وأخرى للإغلاق. إذا مشاهدينا لبدء النقاش سينضم إلينا الدكتور عبد الرحمن الصبري مدير مستشفى خليفة بمدينة التربة في تعز. دكتور مساء الخير. أهلا بك دكتور. يعني في البداية دكتور، الوضع الصحي في مستشفى خليفة حدثنا عنه. طبعا مستشفى خليفة من بداية الأزمة يقدم خدماته على مدار الساعة لكل النازحين المتواجدين على المستشفى وكذا جرحى الواصلين من جبهات الاقتتال دون توقف، لكن وسوء الحال بنا في ظل نقص الأدوية والمسجنات والتجهيزات الأساسية التي يجب على المعنى ان شاء الله من خلال نقوم بنشر هذه الرساله
للمعنيين المهتمين في تطوير وتحسين خدمات المركز، لان نعم. المركز اصبح الوحيد الان يستقبل الحالات من جميع جبهات الاتصال اضافه الى النازحين في جميع التخصصات لقدم الخدمه. نعم، لكن دكتور ماذا عن نداء الاستغاثه الذي اطلقتموه بالفعل يوم امس؟ يوم امس نحن طبعا اطلقنا نداء، وهذا ليس نداء الاول وانما نداء اضافي للنداء الثاني الذي يقول لا يمكن ان يقال توقف المولد معناته توقف الخدمه. اليوم من الضروري جدا على الجهات المعنيه التنبؤ لمثل هذه الحاله. نعم دكتور، تكرم بالبقاء معنا. نعود أو نذهب بالسؤال للدكتور عبد الكريم شمسان رئيس ائتلاف الإغاثة. دكتور عبد الكريم مساء الخير. أهلا بك أخي. أهلا بك دكتور. دكتور لو تحدثنا عن آخر الإحصائيات لديكم عن الوضع الإنساني وأيضا الصحي في مدينة تعز. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكركم في القناة على الاهتمام بالشأن اليمني بشكل عام وبمحافظة تعز بشكل خاص. حقيقة صدر بالأمس التقرير هذا الشهر لإئتلاف الإغاثة الإنسانية وذكر أنه حوالي 172 قتلوا خلال هذا الشهر و 721 جرحوا. نعم. وأكثر من 765 من الأسر نزحت من أماكنها وبالذات في مديرية حذران والصل والعبوس. هذا أبرز ما حواه التقرير لشهر نوفمبر. نعم دكتور، كيف توصلتم إلى هذه النتائج؟ بالنسبة لنا في راصدين ميدانيين لكل ما يحدث سواء في مجال القتل أو الجرح أو التهجير أو تدمير المنازل أو المنشآت الحكومية والمدارس والمساجد وغيرها. نعم. من المباني، هناك ناس يرصدون في كل مديرية ما الجديد الذي يحصل كل يوم، ثم في آخر الشهر تطلع الإحصائيات هذه. نعم دكتور، لكن هذا الكم الهائل الموجود من المعاناة في تعز ماذا يعني؟ يعني هذا الكم أنه في خلال شهر يقتل أكثر حوالي 172 ويجرح 1721 وتهدم حوالي 65 منزلا ومنشأة ومحلا تجارية ومدارس ومساجد ومباني حكومية وغيرها، وكذلك تهجير أكثر من 756 أسرة. يعني ذلك أن مدينة تعز حقيقة تعاني المشكلة بما تعني وأنها مدينة منكوبة ناهيك عن الاحتياجات التي تحتاج إليها المدينة من المياه والكهرباء والنظافة. نعم. وانقطاع المرتبات إلى غير ذلك وقلة المؤونة التي تصل إليها وبالذات في مجال الماء والغذاء والدواء. نعم دكتور، ابقى معي، أعود بالسؤال للدكتور عبد الرحمن الصبري. دكتور عبد الرحمن، يعني في الوضع الذي يعني هي عليه الآن مستشفى خليفة في التربة، هل لديكم إمكانيات كافية لمواجهة الضغط على المستشفى خصوصا بعد أن أغلقت الكثير من المستشفيات في المدينة؟ طبعا نحن سبقا قلت لك أنه لا يوجد إمكانيات في ظل توقف الميزانية التشغيلية إضافة إلى ما نحصل عليه من المنظمات وفاعلي الخير توقف منذ ما أكثر من 5 أشهر. هذه المستلزمات الأدوية اللي كانت هي الرمق الأخير في تقديم الخدمات للجريح الواصل والواصل للمستشفى وهي والأعداد كبيرة جدا. اليوم نحن أطلقنا البارحة نداء استغاثة من نعم دكتور أكمل. إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور عبد الرحمن الصبري. نعود بالسؤال للدكتور عبد الكريم شمسان رئيس ائتلاف الإغاثة. دكتور، أنتم في ائتلاف الإغاثة ما هو الدور الذي تقدموه في سبيل التخفيف من معاناة الناس في تعز؟ والله نحن في ائتلاف الإغاثة الإنسانية بما نستطيع فيه من عملية التنسيق بين الجمعيات والمؤسسات والمبادرات المنتشرة في جميع مديريات المدينة. نعم. ثم إذا وجدنا بعض المساعدات عن طريق الائتلاف نقوم بتوزيعها للمديريات وللمستشفيات المتضررة. نعم. وكذلك في ليلة الآن عملنا أكثر من 3 إلى 4 نداء استغاثات للمنظمات الدولية ولمجلس الأمن وللقائمين على الأمر اليمني بتوقيف نزيف الدم وإغاثة المدينة بما تحتاج إليه في المجال. ما مدى الاستجابة دكتور؟ الاستجابة ما مداها؟
حقيقة هي الأشهر الأخيرة وبالذات من شهر رمضان إلى اليوم قلت المؤونة في هذا الجانب وبالذات في مجال الغذاء والدواء والمياه. ولا ننسى حقيقة أن منظمة يعني الصحة العالمية ربما لها الدور الكبير في إمداد كثير من مستشفيات المدينة بالدواء، لكن هناك ربما تجاهل من بعض المنظمات الأخرى لأنه لم يصل الكثير من الغذاء بالذات. إلا أن يعني منظمة موسيكول حقيقة لها دور بارز، لها منذ 4 أشهر تمد بعض الأسر بحوالي من 15 إلى 20 ألف أسرة بسلة غذائية شهريا. أما بقية المنظمات وهناك ربما لا أنسى الغذاء العالمي أو اليونيسف لهم بعض البصمات، لكن ربما كما يقولون اتسع الخرق على الواقع، مدينة تعز بها ملايين ما يقترب من 3,500,000 فرد والذي يأتي ربما يعد على الأصابع. ونهيك على أن مدينة تعز كانت مدينة صناعية وتجارية وزراعية وفي نفس الوقت هي متوقف فيها جميع هذه الأعمال. وكذلك في الأشهر الأخيرة أيضا مما زاد عناء المواطنين هو انقطاع المرتبات لدى المواطنين في جميع المجالات سواء المجالات التعريب ومجالات الصحة وغيرها من المجالات. معنى ذلك أن محافظة تعز تحتاج إلى الكثير والكثير، ونحن في اللحظات الأخيرة قبل 3 أيام أطلقنا مبدأ استغاثة حول هذا الجانب وبينا ما هي احتياجات المحافظة في المجالات المختلفة. نعم دكتور ابقى معي، أعود بسؤال، أتمنى أن تكون قد حلت مشكلة الاتصال بدكتور عبد الرحمن الصبري. دكتور عبد الرحمن، يعني كنت قد سألتك، يعني أنتم أطلقتم نداء استغاثة في مستشفى خليفة بالتربة، ما هو الوضع الذي هي عليه اليوم المستشفى؟ اليوم المستشفى يمكن للأسف الشديد نحن نتوقف عن الخدمة في ظل نقص الامدادات في الادويه والمستلزمات اضافه الى توقف المورد الكهربائي. فنتمنى من المعنيين ان يتنبهوا للامر كوننا المستشفى الوحيد الذي اصبحنا في منتصف تقديم الخدمات للواصلين لان من المتردين الجرحى، وهذا ان شاء الله تعالى نتمنى ان يتم الحلول السريعه. واليوم في تواصل من الحكومه ومن قبل بعض المنظمات ربما يصير حلول لهذا الامر، ومن خلالكم إن شاء الله تصل هذه رسالتنا إلى المعنيين. لكن هل حصل أي تجاوب من أمس مع إطلاق نداء الاستغاثة من قبلكم؟ طبعا لا يوجد تجاوب، وإنما في تواصل، وكان التواصل الهدف منه هو معرفة لماذا أنتم توقفتم. قلنا لهم نحن فيما يخص توقف الخدمة اليوم هو وقوف المولد الكهربائي إضافة إلى إمداداتنا التي أطلقناها سلفا فيما يخص النقص في الأدوية وشحتها وكذا في التجهيز، وإضافة إلى توقف الإمدادات والميزان الشغال للمستشفى. هذا المستشفى مثله مثل غيره من المستشفيات الموجودة في الجمهورية. نعم، المستشفى يعني ما وضعها مع الجانب الحكومي منذ يعني في الفترة السابقة وحتى الآن؟ طبعا هناك كان تجاوب وكان تواصلنا معهم من خلال الدراسات والخطة التي نرسل بها، كان في تجاوب. إضافة إلى المنظمات كان هناك إرسال بعض الأدوية والمستلزمات التي كانت للأسف الشديد لا تلبي الاحتياجات وفقا للطلبية المحتاجة لها المستشفى. لكن أنا هنا أقصد الجانب الحكومي دكتور. ما هو معمول لديهم دكتور، أنا هنا أقصد الجانب الحكومي، كيف هو وضع المستشفى مع الجانب الحكومي خلال الفترة الماضية؟ الجانب الحكومي طبعا نحن طرقنا لهم أكثر من مرة فيما يخص مشكلتنا المستشفى الوحيد الذي لم يتم تجاوب من الجانب الحكومي في دعمه وتحسين خدماته إلى هذا اللحظة. نعم، هل لديكم قدرة على الاستمرار في ظل هذا الوضع؟ طبعا للأسف الشديد وأنا أقولها بصراحة هكذا أكون صادقا معكم ومع المرضى المترددين على المرفق إننا على وشك الإغلاق. نعم، هذه كارثة طبعا. ما هي الرسائل التي تود إيصالها للجهات الحكومية وأيضا المنظمات الصحية؟ نحن رسالتنا الأولى هي للمعنيين وللحكومة والمنظمات ما هي تفعيل كل الدراسات والخطط المرفوعة إليهم والمذكرات التي حتى اللحظة نحن راجعينها، أن يهتموا بهذا الجانب وينقذوا المستشفى من الإغلاق حتى نستطيع أن نستمر في تقديم خدماتنا، لأنه أصبح المستشفى الوحيد والكل يعلم المستشفى الحكومي الوحيد الذي أصبح وما زال مستمرا في خدمته على مدار 24 ساعة.
نعم، نأمل أن تكون أو أن تصل رسالتك دكتور عبد الرحمن. أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الرحمن الصبري، مدير مستشفى خليفة بمديرية التربة في تعز، شكرا لك. نعود إلى الدكتور عبد الكريم شمسان، رئيس ائتلاف الإغاثة. يا دكتور، يعني الجانب الحكومي كيف هو واقعكم مع الجانب الحكومي؟ يعني هل هناك استجابة خلال المناشدات والدعوات التي يعني أو تواصلاتكم معهم السابقة؟ بالنسبة للجانب الحكومي، هو ربما في مجال الإغاثة هي تتمثل في وجود الوزير الدكتور عبد الرفيق فتح، وربما هو الوحيد الذي يعني يقوم بدوره ويناشد المنظمات. قبل يومين عمل مناشدة للمنظمات الدولية بإغاثة محافظة تعز في مجال المياه والدواء والغذاء. هذا فيما يخص المنظمات ومركز الملك سلمان. دكتور، هذا فيما يخص المنظمات ومركز الملك سلمان، ولكن عن وزارة الصحة أتحدث. حقيقة وزيرة الصحة أنا أسمع في يعني حقيقة هي تقوم بدورها، أنها تفاعلت مع بعض المستشفيات، منها المستشفيات التي عملت لها عقود مثل مستشفى الصفا أو البريجي، هذه من ضمن المستشفيات التي سعت الحكومة مباشرة بوزارة الصحة بتمويلها عن طريق يعني الحصول على عقود. لكن حقيقة ربما الجهد المبذول ربما أقل مما ينبغي. في محافظة تعز فيها حوالي من جراء الحرب الجرحى بالآلاف، ناهيك عن آلاف المرضى في مجال السكر وفي مجال السرطان ومرضى الكلى وغيرها من الأمراض. في محافظة تعز حقيقة لم تعطى الدور الكافي، ناهيك على أن بعض المنظمات الدولية التي كانت تعمل في مجال المياه أو في مجال الغذاء أو في مجال الدواء بدأت حقيقة تخرج من محافظة تعز إلى محافظة أخرى، إما صنعاء أو إب، ولم يوجد لها منسقين دوليين في الداخل، وتتجاهل ربما كثير من المديريات الآمنة أو الطرق الآمنة التي تستطيع الوصول إليها. وبالذات في الأشهر الأخيرة هذه أغلب المنظمات أخذت عصاها ورحلت عن محافظة تعز، وصارت محافظة تعز فعلا مدينة منكوبة بالمعنى الكلمة. حقيقة ربما التقصير موجود من المنظمات الدولية ومن الحكومة الشرعية ومن غير الحكومة الشرعية، وربما من النظام العالمي بشكل عام تجاه اليمن بشكل خاص وتجاه محافظة تعز بشكل عام. ولأن الآن أكثر من سنة ونصف ونحن نعيش في ويلات الحرب والدماء تنزف، ولكن لا حياة لمن تنادي، مع أن نحن نعرف أن مشكلة يعني تعز وكذلك مشكلة اليمن ليس بسفك الدماء في مديريات محافظة تعز، لا، وإنما هو بتحسين العقل وتوقيف الحرب، وهذا ما ننادي به المنظمات الدولية ومجلس الأمن والقائمين على القضية اليمنية سواء في الداخل والخارج. لكن دكتور عبد الكريم، لعلك سمعت معي الدكتور عبد الرحمن الصبري مدير مستشفى خليفة تحدث بكل صراحة أن المستشفى على وشك الإغلاق. هل يعني ما الذي ستفعله إزاء ذلك؟ يعني هل ستغلق المستشفى؟ يا أخي، فعلا مستشفى خليفة بدل أن كان يستقبل ربما مئات المرضى في السنوات العادية، لأنه المستشفى الوحيد الذي يضم منطقة الحجرية، في يعني يشرف على أكثر من عشر مديريات من مديريات محافظة تعز، وهو المستشفى الوحيد الذي يضم جميع هذه المديريات، فكان في الأيام العادية قبل الحرب يتجه إليها مئات المرضى، اليوم يتجه إليها آلاف المرضى لهذه المستشفى. هي المستشفى الحكومي الوحيد الذي تعالج الناس، ولذلك فعلا وبالذات في الأوان الأخيرة ربما المستشفى هذا معرض إلى الغلق، كما أن مستشفى كذلك الثورة أو الجمهورية أو غيرها من المستشفيات معرضين لأن يغلقوا أبوابها تجاه المواطنين المرضى العاديين أو الجرحى الذين يجرحون بسبب القصف والحرب الدائرة في محافظة تعز. نعم دكتور، ابقى معي سأشرك معنا بالنقاش دكتور عبد الرحيم السامعي رئيس اللجنة الطبية العليا في تعز. دكتور عبد الرحيم مساء الخير. مساء النور. أهلا بك دكتور، دعني أعيد عليك نفس السؤال الذي كنت قد طرحته عليك في حلقات سابقة، يعني كيف هو الوضع الإنساني في تعز، وهل يعني لا زلتم قادرون على الصمود؟ مساء الخير لك ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. أخي الكريم، أنا أوضحت في أكثر من مناسبة أنه المزيد من المكابرة والمزيد من
إخفاء الحقائق حول ما يدور في تعز وحول الوضع الصحي لم يعد في صالح أبناء تعز، وعلينا أن نوصف الحالة كما هي. نعم. وكما قلت أيضا أن لسان الحال أبلغ من لسان المقال. نعم. اليوم الوضع الصحي في تعز منهار تماما. كان هناك شعاع بسيط لا زال يشع من التربة ممثل بالمستشفى خليفة. نعم. اليوم هذه المستشفى تعلن أنها على وشك الإغلاق، وهذا ما كان متوقع. يعني الآن منذ سنة كاملة و 95% من المؤسسات الصحية، المستشفيات، المراكز الصحية أغلقت، واليوم ما تبقى من المستشفيات التي صمدت بفعل أبناء هذه المحافظة وبفعل الخيرين من أبنائها، اليوم تعلن العجز العام. نعم. والكارثة محققة تماما في تعز. قبل ذلك مستشفى الثورة أيضا أعلنت أنها أغلقت جميع أقسام المستشفى ما عدا قسم جراحة الطوارئ والمختبر والكشافة، وهذه الأقسام الثلاثة أيضا مهددة بالإغلاق في الأيام القادمة. نعم. الأسباب كلها واضحة، هو هذا الحصار الجائر والإجرامي منذ ما يقرب من سنة ونصف، بالإضافة إلى الموازنات التشغيلية التي توقفت تماما عن هذه المستشفيات. أيضا المنظمات الإغاثية، المنظمات الدولية التي تعمل من مكاتب وتحت المكيفات وتقول بأنها تنفذ أعمال إغاثية داخل مدينة تعز. نعم. هذه كانت أيضا ولازالت تلعب دور سلبي في عدم الدخول إلى المنطقة المنكوبة وإلى المنطقة المحاصرة. نعم. ولكن فإن هذه المنظمات أيضا تتحمل جزء كبير، وكانوا يتحدثون بأنهم غير قادرين على إدخال المواد الإغاثية والأدوية إلى داخل المدينة بسبب الحصار. نقول لهم ومرة أخرى وأكررها، والآن أكثر من مرة أكررها، ما تودون أن تقدمونه لمدينة تعز اتركوه في مدينة عدن، في العاصمة الاقتصادية، في العاصمة المؤقتة لليمن. نعم. اتركوه في عدن ونحن لدينا القدرة على إيصاله، إذا كان لديكم أو لازلتم تعلقون هذه الحجة بأفواهكم. نعم. ولكن دكتور، يعني كيف يتم تفسير التمنع والجمود من قبل الجهات الرسمية أمام نداءاتكم المستمرة؟ يا أخي، أنا بصراحة شخصيا أشعر أن قدرة الجهات الرسمية يعني تشابه تماما المحاصرين داخل مدينة تعز. كل ما أطلقنا نداء لا يرتد إلينا أي صوت، لا من الجهات الرسمية ولا من المنظمات الإغاثية. اليوم هناك 64 قاطرة تحمل مواد غذائية في منطقة الربيعي توقفت وأوقفت واحتجزت من قبل الميليشيات، تخص 4 مديريات، لم تحرك ساكن، لا المنظمات ولا جهات رسمية ولا الأمم المتحدة ولا أي جهة من هذه الجهات، حتى في الجانب الإعلامي لم تؤشر عليها. فإذا حتى الجهات الرسمية يبدو هناك عجز واضح، وهناك تعامل لا أدري أسبابه، ولديهم الوقت ولديهم وسائلهم الخاصة للتوضيح ما الذي يعيقهم من الوصول لإغاثة هذه المدينة المحاصرة منذ عامين. الجهات الرسمية الممثلة بوزارة الصحة فيما يخص الوضع الصحي، أنا أقول بأن وزارة الصحة غائبة تماما، وأقول تماما وأتحداهم مرة أخرى وأكرر. نعم. أنه إذا وزارة الصحة لا زال لديها نوع من 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 الخجل، فليقولوا لنا ما هي بالأرقام، يقولوا لنا بالأرقام ما هي الأدوات الصحية، المستلزمات، الأدوية، المساعدات، الإغاثات التي قدمت إلى مستشفيات تعز، ونحن سنرد عليهم. نعم. أما أن تحمل الجهات الرسمية ومنها وزارة الصحة المنظمات الدولية كما نفعل نحن المواطنين المحاصرين داخل هذه المدينة، فإذا الجهات الرسمية لا تختلف عنا تماما، وبالتالي
فإن مدينة تعز تركت لمصيرها. نعم بالفعل. سأعود لك دكتور، ابقى معي، أعود بسؤال لعبد الكريم شمسان. الدكتور عبد الكريم رئيس ائتلاف الإغاثة. دكتور عبد الكريم، يعني أنتم ما هي توقعاتكم للوضع الإنساني في مدينة تعز إذا ما استمر الوضع كما هو عليه في الأيام القادمة؟ دكتور عبد الكريم هل تسمعني؟ إذا يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور عبد الكريم شمسان. نعود لك دكتور عبد الرحيم السامعي، يعني دكتور كيف سيكون الوضع إذا ما استمر يعني هذا الواقع في تعز، كيف سيكون الوضع في القادم؟ والله يعني خصوصا في ظل أن الجهات الرسمية يعني تصم أذانها والحصار مستمر على المدينة. يعني أنا أعتقد أن الوضع الآن في 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 وضع دكتور هل تسمعني؟ إذن مشاهدينا يبدو أننا ما زلنا نعاني من مشكلة التواصل مع ضيوفنا في تعز، سنضطر آسفين إلى أن نختم حلقة الليلة من زوايا الحدث. مشاهدينا أشكركم جزيل الشكر، وهي أيضا الشكر أيضا من معد الحلقة زميل ماهر أبو المجد ومن جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى في أمان الله.